حقائق لم يذكرها التاريخ في عهد الوالي عباس باشا حلم الأول. تحدثنا من قبل عن عباس باشا حلم الأول، وكان لدى المتابعين رد فعل قوي على ذلك الفيديو، لذلك قمنا بعمل فيديو ثاني للتحدث عن عباس باشا حلم. وبعد البحث في المصادر اكتشفت كتاب يسمى الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة من تأليف علي باشا مبارك. وللمعرفة، علي باشا مبارك كان وزيراً للحرب في عهد الخديوي عباس حلم الأول، وقد شغل هذا المنصب منذ عام 1850 حتى عام 1854، وهو العام الذي توفي فيه الخديوي عباس حلم الأول، وعلى لسانه قائلاً: وولى من بعده أخيه المرحوم الحج عباس باشا حلم بن طوس باشا بن محمد علي بعد أن تنقل فولايات الحكومة المصرية، وولي كثيراً من فروعها حتى تهذب وتخرج وترشح للخديوية، فصار في شأن مصر بما فيه من صلاح أهلها وانتظام أحوالها. ثم توفى المرحوم محمد علي باشا في مدة حفيدة المرحوم عباس باشا، ودفن في جامعه الذي أنشأه بقلعة الجبل. وسار المرحوم عباس باشا في أهل مصر بسيره حسنة، وكان يسير بالليل متخفيا في أزقة مصر يتعهد أحوالها، وكان يحب الأولياء خصوصا أهل البيت، ويعمل لهم الليالي الخيرية في مساجدهم إلى أن توفي شهيد في قصره. ثم تولى بعده عمه محمد سعيد باشا بن المرحوم محمد علي باشا. واستناداً لمقالاته، فأن فترة حكم الخديوي عباس حلم الأول تميزت بالتركيز على التطوير الاقتصادي والإداري لمصر، وقد شهدت هذه الفترة إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط بين مدينة الإسكندرية والقاهرة.